مشاهدي تلفزيون اليوم السابع، اهلا بحضراتكم في حلقه خاصه من الاقتصاد ببساطه. معاكم احمد يعقوب من مدينه سيدي عبد الرحمن في الساحل الشمالي، ومن مقر او فرع البنك الاهلي المصري اللي موجود في مدينه سيدي عبد الرحمن. والحقيقه طبعا البنك بيقدم كل الخدمات المصرفيه، فتح الحسابات بانواعها المختلفه، او كل اصدار كل انواع القروض سواء قروض الخصم او الائتمان او القروض المدفوعه مقدمه، بالاضافه الى تسهيلات خاصه بذوي الهمم، وده الشباك الخاص بتقديم خدمات ذوي الهمم، وكمان في قسم خاص لكبار العملاء او شريحه الاهلي بلاتينم موجودة هنا لخدمة كبار العملاء الخاصين بالبنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى أن كمان في خدمة مميزة بيوفرها فرع البنك الأهلي المصري في مدينة سيدي عبد الرحمن، وهي حجز دورك مسبق قبل ما تيجي هنا فرع البنك، وبالتالي تقدر تدخل على موقع البنك الأهلي المصري على شبكة الإنترنت وتحط البيانات الخاصة بيك، وبعد كده تحجز الوقت المحدد في مواعيد العمل بتاعت الفرع نفسه من 8:30 صباحا لحد الساعه 3 العصر، وتيجي على الميعاد المحدد للخدمه المصرفيه، وبتقدم الخدمات المصرفيه بالجوده المعهوده من البنك الاهلي المصري اكبر البنوك المصريه. وخلينا اقول لكم ان الفرع ده كمان بيخدم كل كرة الساحل الشمالي الغربي بالإضافة إلى المدن المجاورة، ومن الخدمات المهمة أو من المميزات الخاصة بفرع البنك الأهلي المصري في مدينة سيدي عبد الرحمن هو بيعمل طول السنة، يعني 12 شهر موجودين في السنة، غير بقية فروع البنوك اللي بتبقى موجودة في المنطقة اللي بتشتغل بس فروع البنوك دي بتشتغل في فترة الصيف أو 3-4 شهور بتوع الصيف، ولكن فرع البنك الأهلي المصري في مدينة سيدي عبد الرحمن بيعمل طوال العام لخدمة العملاء في مواعيد العمل من 8:30 صباحا وحتى 3 عصرا. عندنا حلقات خاصة بالاقتصاد ببساطة في كرة الساحل الشمالي الغربي وفروع البنك الأهلي المصري اللي بتقدم لشرائح العملاء وكل المواطنين الخدمات المصرفية، وكان معاكم أحمد يعقوب، إلى اللقاء.